بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قصة جديدة من حكايات وقصص الجراحات الكبرى في جراحة الأطفال، وأبدأ القصة بالآتي. أنا قاعد في الحضانة بمر على بعض المرضى، بعض الأطفال الصغيرين قوي الخدج اللي هم عندهم وزنهم كيلو كيلو ونص. لقيتهم بيقولوا لي الحق يا دكتور خالد، في حالة مش عارفين نخليها ترضع، لسه مولودة حالا ومش متشخصة بمشكلة أثناء الحمل في سونارات الحمل كلها، وهي جزء من توأم، يعني ولدين. كان العيان الحقيقة هندي، عيان طيب جدا جميل جدا الأب يعني، ومسلم أمره ربنا دايما، وده المطلوب دايما من أي حد إن هو يسلم أمره لربنا. بصيت على الطفل، وزنه كيلو و300 جرام نازل قبل ميعاده في الأسبوع ال 33، بيريل كتير مش قادر يبلع ريقه، مش عارفين يدخلوا أنبوبة من الأنف للمعدة عشان يرضعوه منها أو عشان يشفطوا إفرازات المعدة، ما بتوصلش بتقف. القصه دي اللي يسمعني من جراحين الاطفال يعرف على طول تشخيصها، بس في ناس كتير حتى لو جراحين عاديين ممكن ما يبقوش لسه وصلوا للتشخيص. دي ببساطه شديده حاجه اسمها انفصال او رتق في المريء. يعني ايه انفصال او رتق في المريء؟ يعني المريء عباره عن انبوبه واقفه كده بالطول في الصدر. لا يا سيدي، مش انبوبه ولا حاجه، دي طلعت مفصوله. يعني ايه مفصوله؟ يعني مش مكمله كانبوبه. بص معايا كده، يعني عامله كده، جزء فوق انبوبه فوق، جزء تحت، لكن في النص في حته مش موجوده. الانبوبه مقفوله من هنا ومقفوله من هنا ومش واصله ببعضها. طب وده ازاي هيبلع ريقه؟ مش عارفين. طب ازاي هيرضع؟ مش عارفين. طب ازاي هيعيش؟ ما ينفعش يعيش بالطريقه دي، لان حتى الريق بتاعه هيفضل يطلع على بقه ويشرق فيه في رئتينه. مش بس كده، دي المشكله، خلي بالك معايا في الحتة التانية دي. هذه الأنبوبة أو المريء المنفصل، وإذا اتفقنا منفصل إزاي كده أهو، خلاص في جزء ناقص في النص. مش بس كده، ده في وصلة ما بين الجزء الأسفل من المريء والقصبة الهوائية. يعني كل ما هو واصل بالجزء التحتاني من المريء من معدة، إفرازاتها طالعة بوصلة على القصبة الهوائية، بوصلة على الرئتين. يعني بتنزل حمض ال HCL اللي هو اكتر حمض قوي في الجسم بيهضم على الرئتين. مجرد ما الطفل ينام على ظهره كده الحمض يطلع على الرئتين. يبقى عندنا مشكلتين، لا بيعرف يرضع ولا بيعرف يبلع ريقه، وكمان الحمض اللي في الايه اللي في المعده طالع من حاجه اسمها ناسور او واصله على الرئتين مباشره. خربت العمليه جاء على طول. العمليه طبعا عباره عن شق صدري او منظار صدري، حاجه من الاثنين. بنعمل العمليه في مدة تصل إلى 4 ساعات أو 3 ساعات من أول للآخر. يعني مدة الجراح نفسها ممكن توصل لساعة ونص، لكن من أول النوم وتركيب الأجهزة ليه وإلى آخره والتصحية والإفاقة وهكذا، عملية كبيرة في عيان كيلو 300 جرام. تمت العملية، هتشوف طبعا في الخلفية عندك صور لما قبل العملية، هتلاقيها بتمر عليك، يعني هتلاقيها مرت عليك كده. يعني ايه الانبوبه وقفت في جزء معين، يعني ايه المريء مقفول، يعني ايه شكل المريء في اثناء العمليه، يعني ايه وصلناه في بعضه وربطنا الوصله اللي مع القصبه الهوائيه اللي بتضر الرئتين. كلام كبير جدا، عمليه كبرى في جراحه الاطفال. تمت على خير الحمد لله. بعد اسبوع ببلع صبغه، لقيت الوصله معموله كويس جدا في المريء، لكن في جزء منها بيطلع لسه صبغه، فانتظرت عليها تاني. بعد اسبوع تاني عدت الصبغه، التئمت تماما والوصله اللي مع الرئه مقفوله، والطفل ابتدى يرضع عن طريق الانبوب، وبعد كده ابتدى يرضع عن طريق الفم. ولما وصل كيلو 800 كالعاده خرجنا من الحضانه، تابع معايا كتير الحمد لله بعد كده، واموره طيبه جدا. هذا والى لقاء اخر ان شاء الله. وزي ما قلت لكم كده دايما، الشفاء بيد الله وكله باوامر ربنا، وده اختبار ليك لما عيان يشفى، انك ما تعتقدش ان انت اللي صحيته، لا هو انت استخدمت كسبب بس، وانت وجودك كسبب لا يعني انك انت تعتقد ان انت ليك فضل في اي حاجة. شكرا جزيلا والى لقاء اخر ان شاء الله.